أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين النبي الأكرم الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة من الله وبركاته. من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك، للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واشترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي حتى ينقطع النفس. ومن أين لي النجاة؟ النجاة عادة عندما يتكلم العبد بالنجاة يعني هناك مخاوف، هناك مخاطر، هناك مزالق. الإنسان في هذه الحياة الدنيا نفسه مزلق خطير، كبر، رياء، عجب، شهوات، دنيا. الشيطان يغويه، الدنيا تتزين له، الناس تزاحمه، بعض المرات أقرب الناس يحسدونه، نزاعات نتيجة المزاحمات وتجاذبات. والعبد يريد مع هذه الأمور بأجمعها أن يصل إلى مقام رضا الله عز وجل، ويريد أن يكون له مقبولية عند الله عز وجل، يريد أن يصل إلى النجاة. والآن نحن في زمن الغيبة، وأهل الإيمان أهل انتظار، وهذا الانتظار يتطلب حركة شوق وتلهف وأعمال. في خضم كل هذا، من أين النجاة؟ من أين النجاة التي يريد أن يصل إليها الإنسان من غير باب الله؟ حتى أهل البيت عليه الصلاة والسلام، الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، سيدنا ومولانا ورجانا، الذي هو درع الله الحصينة في زمن غيبته، كل إمام، كل معصوم هو درع الله الحصينة، هو العروة الوثقة. نريد أن نلجأ إلى الله بحرمة هذا الإمام وبمقام هذا الإمام، نريد أن نلجأ إلى الله بهذه الكلمات التي صدرت عن معصوم، نريد أن نستنزل من الله سبحانه وتعالى هذه النجاة بالحفظ من الله سبحانه وتعالى. هذه النجاة التي يخاف الإنسان في هذه، المؤمن عندما يذكر هذه المسائل يرتج ويسأل الله أن يرزقه حسن العاقبة. وهناك روايات كثيرة وأدعية كثيرة حول طلب حسن العاقبة، وأن يختم للإنسان بحسن العاقبة، وأن يحصل النجاة أولا في كل أمر من الأمور، في كل معرفة من المعارف، وفي خاتمة هذه الحياة يطلب النجاة. من أين؟ ومن هنا في هذه الكلمات، كلمات الدعاء، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك، يعني النجاة التي يطلبها العبد هي من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن قبله جميع الأنبياء وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام وكل صالح وكل مؤمن وكل ثابت، والإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه الذي
في تأويل الآية المباركة: هو المضطر أمن يجيب المضطر إذا دعاه. نتوسل إلى الله بهذا المقام. هذه النجاة التي نحاول أن نستنزلها من هذه المدرسة، هذه النجاة تستطاع بهذا الطريق، تستطاع من عند الله عز وجل، وتطلب من عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن هناك حقيقة، هذه الحقيقة يقررها الإمام زين العابدين عليه السلام بلسان هذا الصالح، العبد الصالح الذي علمه من علوم أهل البيت، أبو حمزة الثمالي: للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك. الذي أحسن والذي فعل مراد الله والذي وفق لإظهار مراد الله، هذا التوفيق من أين؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وهكذا في كل أمر من الأمور يطلب العبد: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حتى الذي أحسن والذي أدى الأمور الحسنة فهو لا يستطيع أن يستغني عن عون الله وعن رحمة الله. إياك نعبد وإياك نستعين. يعني العبادة لا تتحقق بكمالها وبحقيقتها إلا بالاستعانة بالله عز وجل، ليترتب التوفيق ويقع التوفيق. نفس الشيء، الذي أحسن لا يستطيع أن يستغني عن عون الله وعن رحمة الله. العون الذي يؤدي إلى الفعل، والرحمة التي تؤدي إلى التصويب، فعل تصويب. ففي هذه الجهة وفي هذه الجهة العبد لا يستطيع أن يستغني عن الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. حتى هذا الصوم وهذا التوفيق مع شدة البلاءات، مع الحاجة والفقر والضعف وما هو من حولنا، مع كل ذلك الإنسان يحتاج إلى عون الله ورحمة الله. ولا الذي أساء واشترأ عليك ولم يرضك. حتى الذي تجرأ ولم يرضي، خرج عن قدرتك، إنه خرج عن قدرتك. وهنا تتجلى وتظهر حالة الضعف من، شوف، إلهي، بدأ الكلام إلهي، هذه الفقرة إلهي بما تقدم بيانه، إلى أن يقول: يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، حتى ينقطع النفس. هاي يا ربي يا ربي يا ربي حتى ينقطع النفس إشارة إلى الضعف وإلى طلب التربية. انقطاع النفس الضعف الحقيقي، ويا رب طلب العون بالتربية والإنقاذ. وزيادة بيان إن شاء الله حول هذه النقطة بالذات يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.